صور صادمة نقلها البرنامج قبل فترة عن عائلة معدومة تعيش تحت خط الفقر. 5 معاقين حركياً توقفوا عن الدراسة بسبب المرض الذي أصابهم وأقعدهم في الفراش. تصوروا هذه السيدة الملقبة بالخالدي، ونحن سميناها بالخالدة لأنها كافحت ولا زالت لوحدها تتكفل بأبنائها 5 المعاقين حركياً، تشرف على أكلهم، لباسهم وتنظيفهم. يكافح جد هؤلاء الأولاد المعاقين على توفير لقمة العيش. تعيش هذه العائلة في منطقة معزولة داخل كوخ لا يصلح حتى للحيوان. المشاهد الصادمة والقاسية دفعت البرنامج لعرضها والإصرار على الإسراع في مسح دموعها. أنا جدهم، وأنا جدهم الطوريين، نحن فاميليا طوريين، زوج الشهداء وربع 5 مجاهدين. رانا تعاملهم زي تعاونوا الوليدات هذولا بالسكنة بعيد علينا، بزاف علينا الوهجات، المرضى ما لحقناش الله غالب. طلب ما عليهم والو، ما نسحق ماكلة، ما نسحق الباس، يعاونوا لي في هادو برك. وهادو لا كاش طبيب في بلاصة يقدر يداويهم الطفل هذا اللي صغير بمدابية يداويوه باش ما يطيحش كيما هادو، لا باش يبقى واقف. إن شاء الله خير بينا. رجع فريق برنامج وفعل الخير إلى مدينة القل الساحرة وسط خضرة جبال بني عروس، هبة تضامنية مع عائلة خالدي قادت إلى تحقيق ما كان مستحيلاً بالأمس. رجعنا لنشارك العائلة الفرحة الكبيرة في حياتها وهي تدخل السكن الجديد، مجهز ومؤثث بأفخم المفروشات والأثاث. تم توفير كل الوسائل اللازمة والعيش الكريم. أعادت الابتسامة على وجوههم ودبت فيهم الحياة من جديد. الحاجة لاباس؟ السلام عليكم. إذن عشنا معكم الآن المعاناة تاع الطريق، هذه ممكن تكون انتم سبب ان شاء الله باش تصلح هذا الطريق، لانه ما درنا والو الا جبناكم من تما من الجبل وكانت عندكم القودرون وجينا لهنا الدار مليحه وما فيهاش القودرون ما درنا والو، لكن ان شاء الله احنا نوفوا بعون الله تبارك وتعالى مع السلطات المحليه، راهم الناس قاعد طيبين فيهم الخير، وان شاء الله تصلح هذا الوضع. ان شاء الله. هنا وين راكي؟ هذه واش اللي رانا فيها؟ بني سعيد. ايه بصح الدار هذه تامه. داري. عباك بلي دارك. داري. ايوا دارك ودار وليداتك ان شاء الله تبارك وتعالى. مازال ما شتيها تكون تخرج ان شاء الله تشوفيها، ولكن شوفي زعما حتى الورد يروح لك ان شاء الله. واش تقولي لنا؟ شكرا. ان شاء الله نشكركم وربي يكون معاكم ان شاء الله، الله يجازيكم ان شاء الله بالخير وربي يعاونكم ان شاء الله ويعطيكم ربي ان شاء الله ما تتمناوا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ان شاء الله يعطيكم ربي الجنه ان شاء الله. ربي امين يا رب. ربي ان شاء الله يعطيكم صحتكم ويقوي ان شاء الله في مالكم وفي رزقكم ان شاء الله وفي خيركم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. سي اسامه ثاني معنا البطل والجمعيه تاعو والاعضاء كامل ربي يحفظهم ان شاء الله. شكرا بزاف. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ما شاء الله كيرك حقا تذكرينا بالاسم تاعك. ايه صالحه. صالحه ما شاء الله. جينا لداركم اليوم. اه. من بعد تشوفي ان شاء الله شومبرتك وتشوفي صوالحك. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فرحانه شويه؟ اه. ها؟ الحمد لله. وهذا طبعا المجاهد الكبير كم عاقلين هنا هضرنا على الديوبه وهضرنا ربي يحفظه. تفضل الحاج. طبعا مجاهد ومن عائله مجاهده والشهداء يعني ربي يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شحال عندك من عام الحاج؟ عندي 84. وقعدت معنا حتى شت راك عاقل الدموع تاعك الغاليه هذيك. نعم نعم. وقعدت معنا حتى شت الدويره ان شاء الله تاع بنيتك تاع حفيدتك. ايواني قدم شفتم الله يجعلكم ان شاء الله بالجنه ان شاء الله، الله يعطيكم كيما انا ندعي ما بزافش.
ندعي مو ما بزاف ندعي 10 سنين وما بزافش. ربي ربي يقوي امتلكم ان شاء الله، وربي يقويكم، وربي ان شاء الله يحفظكم لينا وللمؤمنين المسلمين وكل يا رب العالمين ان شاء الله يا رب. كيما ديما كيما دايما بزافش الحمد لله الخير اللي درتي بهم كيما دايما. احنا غير سبب الله سبحانه وتعالى هو اللي سخرنا والله كيما دايما على الخير مع خويا اسامه والجمعيه تاعو. دخلنا اليوم دخلنا البيت تاعك ان شاء الله. طبعا احنا الظروف الصعبه تاع الطريق والبغلي والغرقه وليداتك كاميرا في الكرارس ما قدرناش ندخلوهم معنا حتى بعد ان شاء الله يدخلوا للدار، ولكن حبيتك تشوفي هذا طبعا البيت تاعك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوفه. كانش فرحه شويه ولا فرحانه؟ والله بالبزاف فرحانه. الله يبارك ربي يكون معاك ان شاء الله، ربي يحميك ان شاء الله يا رب يا رحم الرحيم يا رب. احنا اولا الشكر لله سبحانه وتعالى، شكر ربي سبحانه. نشكركم انتم تاني ان شاء الله اللي عاونتيوني وقفتي معايا هاد الدراري وفرحتيهم. ربي ان شاء الله يفرحكم ان شاء الله في الجنه ان شاء الله يا ربي.